وعندك طقم شربات هديه للمعلم سمع حلاوه رجوعه لداره وبيته بالسلامه. اشربوا يا رجاله. الحمد لله على السلامه يا معلم سمع. ادعوا للمعلم. دلنا السلامة يا معلم سمعة. دلنا السلامة. دلنا السلامة يا معلم سمعة. دلنا السلامة يا معلم سمعة. قال يا معلم. دلنا السلامة يا معلم سمعة. السلامة. متشكرين يا رجالة نجاملكم في الأفراح. دلنا السلامة. خلينا على السلامة والله. الله يخليك. اشرب يا سمعة الشربات يا عز حبيب ليا. ربنا يدينه المعروف بينا يا كامل. الود ودي واحنا في الطرب وتسلط رجالة صالح وطخ شبش تخلص منه من افتراه. ربك التئامه كبير اهو ظهر الحق في ساعتها بس ده عامل زي الحيه بيبخ سمه وما بيهموش حد ربنا على قوي انما انا مستغرب انت وانت جوه السجن والنار اللي كانت جواك اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش ايام السجن دلوقتي انت انسان تاني بتسامح ايوه من 20 سنه ما دقتش طعم النوم الا ليله امبارح ليه بقى قابلت ابن المرحوم عوكل فين؟ في المركز مين هو؟ الضابط خلف معقول؟ قال لي اني عارف اني بريء من قتل ابوه كلامه نزل على كل الجروح اللي فيه ودواه عرفت ساعتها ان الحق مهما غاب لابد انه يظهر بعدها حسيت كاني اتولدت من جديد من غير شرور وده اللي خلاني انزل القهوه واقابل الناس يا رب اهلا اهلا يا سمعكم وعليكم السلام ازيك يا عمده كفاره اهلا كفاره يا سمع اهلا 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 ازيك الف حمد لله على السلامه يا ابني الف مبروك يا سمع الله يسلمك الله يخليك الف مبروك الله يبارك فيك الله يخليك اهلا وسهلا اتفضلوا اتفضلوا يا اهلا اتفضل يا سمع يا اهلا بيكم مش كنت قلت لنا يا راجل انك هتخرج من السجن عشان كنا نيجي نستقبلك ونعمل معاك الواجب واجبك وصل بحضورك لحد هنا الله يخليك ربنا العالم يا ابني انا قد ايه فرحان النهارده اللي شفتك بخير وسلامه وحشتني قوي يا عم سالم الله يخليك ربك مع المنكسرين جابر يا سمعه تعرف يا ابني طول ما انت في السجن وانا كان نفسي اشوفك براه وبعد كده بقى قابل وجه كريم ربنا يديك طولة العمر وكل اللي عملته في غيابي مع ولادي جميل هشيله فوق دماغي العفو يا ابني ده واجب على الأقل أكفر عن ذنبي ذنب إيه يا عم سالم إن إحنا ما وقفناش جنبك مع إننا عارفين إنك أنت مظلوم دي إرادة ربنا قدر الله وما شاء فعل ايه ونعم بالله طول عمرنا اخوات يا سمعة ربنا يديم المعروف والمحبة يا حضرة العمدة حضرة الضابط خلف حكالي امبارح على كل اللي حصل شبلي خلاص اتجنن ما بقاش عارف هو بيعمل ايه خروج سمعة من السجن افقدوا اتزانه وخلاص الماضي كله تقلب عليه سيبونا من شبلي وحكاويه ربنا مسلط عليه نفسه خلونا في سمعة وفرحتنا بيه وبرجوعه شوف يا سمعة أنا نادر لله إنك لما تخرج أعمل لك ليلة أدبح فيها الدبايح والخلق كلها تاكل لما تشبع والمنشدين ينشدوا للصبح يا عيني على المحبة اللي في قلوب البشر ما عرفتناش يا سمعة مين الأخ؟ ده عم كامل صاحبي وليسي 20 سنة في اللومان اهلا وسهلا اهلا وسهلا بيك شرفتونا اهلا يا عم كامل اهلا ما قلتليش يا سمعة هنعمل الليله امتى بقى ملوش لزوم كفايه مجايتك انت وحضرة العمده هدب الدنيا كلها لا يمكن ابدا سيبها للظروف طيب شوف بقى بقول لك ايه الكلام ده مش هينفع هنا انت تجيلي بيتي وتقعد معايا عشان اشبع منك وهناك بقى هنعرف نتفهم نعمل الليله امتى ماشي كلامك يا عم سالم طيب نستأذن احنا بقى وده كلام لا والله لازم نشرب الشربات طبعا نشرب الشربات شربات حلاوه سمعه الله يخليك ورجوعه تاني لينا اهلا اهلا يا سمعه اشجان ساهر الطويل ولا اشجان شبل عبد الحليم الضبع انا مين الناس عارفه اني بنت ساهر الطويل
وأنا في الحقيقة بنت شبل الضبع، مقسومة نصين، نص مع اللي رباني ونص مع اللي خلفني. اللي رباني حماني، واللي خلفني سبب في غربتي، والغربة جوايا أصعب غربة، غربة النفس. إزاي هواجه الناس؟ صعب. إزاي ألغي نسبي الأول؟ وإزاي الناس هتقابلني بنسبي التاني؟ نظرتهم ليا أكيد هتتغير، زي ما أوراقي هتتغير، الميلاد والأب والأم. ياه، دوامة مش عارفة واخداني لفين. ماليش ذنب في اللي حصل لي، لكنه قدر اللي لازم أواجهه. جذوري ما عادتش هي جذوري. أشجان، أشجان، ماما. مالك يا حبيبتي؟ من يوم ما واجهتي أبوكي شبل بحقيقتك وشلبية سافرت وانتي مش انتي. ما أنا مش أنا. لا يا حبيبة قلبي ما تقوليش كده، انتي هتفضلي زي ما انتي. ازاي؟ صحيح اتغير العنوان، لكن الإنسان هو الإنسان. أشجان هتفضل أشجان. طب وعنواني اللي هسكن فيه والناس اللي عارفين إني بنت ساهر الطويل وإحسان هيقولوا عليا إيه؟ المهم أنتي يا أشجان، الناس هتتعامل معاكي أنتي وهتقدر ظروفك. أنتي إنسانة قوية مش كده؟ مش عارفة يا ماما، أول مرة أحس إني ضعيفة ومش قادرة أفكر. مالك يا حبيبتي؟ خايفة من الناس؟ ايوه. ما تخافيش، الوضع اللي انت فيه ده مش ذنبك. بس الناس هتحاسبني. ازاي يا اشجان؟ هو البني ادم مننا لما بيتولد بيختار اهله؟ ربنا اراد انك تكوني عبره ومثل، عبره لكل اب وام بيختلفوا ويسيبوا بعض من غير ما يفكروا في مصير اولادهم، ومثل لكل بنت وولد ممكن يبقوا موجودين في مكانك ده. لازم يبقى عندهم الشجاعة الكافية يواجهوا مصيرهم بمنتهى الشجاعة. جرى ايه يا أشجان؟ انت هتفقدي بصيرتك يا حبيبتي، هتفقدي ايمانك بنفسك وبالدنيا اللي انت عايشاها. انا اسفة يا ماما، انا فعلا كنت تايهة، بس كلامك ريحني. معلش بقى، اعذري ضعفي. يا حبيبتي ما تعتذريش عن ضعفك ابدا، ضعفك ده شيء جميل، كلنا بنضعف لأننا بني آدمين، وإن شاء الله ضعفك ده يكون بداية قوتك. أوعدك يا ماما إني أكون بنتك أشجان اللي ربطيها على الشجاعة ومواجهة الناس. وبعدين أنت في حد قدك بقى يا ست أشجان؟ أنت عندك بدل الأب اتنين وبدل الأم اتنين. صحيح، هو بابا ساهر فين؟ مش عارفة يا حبيبتي، كلمته في المكتب محدش بيرد، مش عارفة إيه اللي أخره كده. تلاقيه سهران مع عميل ولا حاجة، يعني هي دي أول مرة يتأخر فيها. على رأيك، ما هو دايما بيتأخر. على فكرة أنا هموت من الجوع. أنا هحضر لك العشاء حالا يا حبيبة قلبي. استني بقى، أنا هاجي أساعدك يا جميل. وانتوا مالكم يا سعيد؟ في زحمة مشغولياتك نسيتينا. الأولاد يا شلبية محتاجين لك زي ما أشجان محتاجالك. يا شلبية الأولاد بدأوا يحس إنك مش مهتمة بيهم، برغم ان هم مبسوطين برجوع اختهم لحضنك. انا لازم اصفي الحساب القديم، لازم الناس كلها تعرف ان اشجان بنتي وانا امها، لازم الناس كمان تعرف انها بعدت عني غصب عني، لازم الناس كلها تعرف الحقيقه. سيبني بقى، سيبني ارجع حقوق بنتي الشرعيه. بنتي لازم تاخد حقوقها، وانا كمان
لازم حقوقي ترجع لي وحقوق بنتي ترجع لها. بقى انت قاعده السنين دي كلها وفكرك كله في حق بنتك من ارض ابوها. لا يا سعيد، انا مش بفكر في كده، انا مش بفكر في حقوق بنتي من ارض وورث وفلوس، لا انا بفكر ان كل اهل البلد لازم يعرفوا ان اشجان بنتي من شبل الضبع. لازم ادخل البلد وانا راسي مرفوعه. اديني بقالي ما روحتش البلد 20 سنة، امي وابويا بيجوا يزوروني من السنه للسنه، وولادي انور وكمال لازم يدخلوا الكفر وهم راسهم مرفوعه. دي حقوقي يا سعيد، دي حقوقي وحقوق بنتي اشجان. خلاص خدي الاولاد وانزلي البلد وتكون اشجان معايا ومال، وساعتها بس اهل البلد كلهم هيعرفوا شبل قد ايه ظلمني وظلم بنته، وهترجع لي كرامتي، هترجع لي كرامتي قدام اهل البلد كلهم. ايه حكايتك يا سجرع؟ في يا سير بيه؟ انا اللي بسالك، مش عارف في ايه؟ من ساعه ما شبل بيه سافر وانت مش موجود، وكل ما اسال عليك السكرتاريه يقولوا لي ان حضرتك جيت ومشيت. اقدر اعرف بقى حضرتك بتروح فين؟ ابدا يا سير بيه، الواد ابني يعني كان تعبان شويه فوديته المستشفى. بس ده ما يمنعش وجودك في الشركه. يا سير بيه، سيادتك عينتني مدير مكتب شبل بيه، وشبل بيه بقاله فتره ما بيجيش، قلت رايح شويه. لا يا سبرع، انت بتشتغل في الشركه مش عند شبل، يعني لازم تبقى موجود في الشركه يوميا، ولما تحب تستاذن تستاذن مني انا، فاهم يا برع؟ فاهم يا سير بيه. حاضر. ما روق كده، هو شبل بيه ما بيجيش ليه؟ عنده ظروف في البلد. ايه خير فيه ايه؟ الله، وانت مالك؟ يعني يا بيه، شبل بيه يعني راجل برضه خيره علينا، والواجب ان احنا برضه نساعده ونقف جنب منه لو في ايوه شده يعني. لا معلش، وفر مجهودك. لا قول لي صحيح، اخبار عوني بيه؟ عوني بيه؟ الله، وحضرتك بتسالني ليه لمؤاخذة؟ انت ناسي انك سبب معرفتي بيه؟ لا لا يا سير بيه، لا انا عرفته صدفه، بعد ما سالتك طردته من الشركه ما شفتوش. وهو ما اتصلش بيك؟ لا ما اتصلش. انت متاكد يا برعي؟ والله غير يا سير بيه، انا ايه اللي هخليني اكذب على سعادتك؟ يعني يمكن تكون بتدور له على زبون تاني يكون طماع ويشيل البيعه وتغش خلق الله ببضاعه مغشوشه، والله اعلم بقى لو ركبت في اي عربيه ايه اللي ممكن يحصل. اعوذ بالله. يا سير بيه، حض الله بيننا وبين الحرام. يا سير بيه، الناس بتخاف ربنا، وبعدين يعني مش عشان خاطر نبيع بيعه ولا حاجه نقوم يعني نركب ضميرنا جنب الحيط. اتمنى تكون صادق في كلامك. يا سير بيه، ايه الحكايه؟ من ساعة ما دخلت وحضرتك عملت تقطم فيا، ايه؟ حد فقعك اسفين فيا ولا حاجة ولا قالك حاجة؟ لسه، بس أنا قلت أديلك جرس إنذار الأول. لا مش محتاجة يا سير بيه، مسألة واضحة زي الشمس، الحرام باين والحلال باين. ألو؟ أيوة، لحظة واحدة، خليك برا أنت دلوقتي في السكرتارية لما عاوزك هندلك. ماشي يا باشا، على إذنك. ألو، أيوة سلام. معلش كان معايا موظف، ما رضيتش أكلمك وهو معايا، ما أنت عارفة. بعدين إحنا مش اتفقنا إنك ما تكلمنيش في الشركة؟ هو أنا اتأخرت عن مواعيدي من 5 سنين؟ احتياطات يا سلام، احتياطات. مش هنعيده تاني بقى. حاضر، عارف طبعا، عارف. خلال نص ساعة هكون عندك. مع السلامة. وبعدين بقى، وبعدين يا سلوى، أنا مش حابب مشاكل. تاني؟ ألو، وبعدين كده، كده غلط. غلط إيه يا ساهر؟ أنا إحسان يا حبيبي. الله، أنت فاكر أنت بتكلم مين؟ أصل في واحدة يا ستي بتعاكسني، واحدة غلسة. معلش معلش، جات فيكي بقى، عايزة حاجة يا إحسان. طب وأنت جاي على الغدا بقى هات لنا فاكهة معاك، عشان إحنا عندنا ضيوف. معلش، أصل أنا عندي اجتماع مع عميل ومش حاضر أتغدى معاكم. معلش أنا آسف، اعتذر للجماعة، وإن شاء الله هشوفك بالليل لما أرجع. طب حاول ما تتأخرش،
أصل الضيوف اللي هنا واضح إن هم عايزينك أنت شخصياً. حاضر حاضر، مع السلامة. سامعك يا حاج حسن، سامعك يا عم. انا قلت لك كلمه وانا عندي كلمتي باذن الله تعالى. مع السلامه. برعي، انا عايز اشوفك في الشركه بالليل وبالنهار، فاهم؟ يا سلام امور يا باشا، تحب اجيب المخدة جايبها دلوقتي. انا نازل دلوقتي، لو البيت اتصل انا بتغدى مع عميل. حاضر يا فندم. الله، ده يبقى غذاء عامل بقى. ايوه فالح. الله، طب ما تاخدني معاك كبير، احب قوي غذاء العامل ده. متهيألي انك انت بتحب الغدا بس، لكن العمل ما اظنش. عسل والله، تعسل دمك. يا سلام يا بيه، خد معاك مين، احب الاوبر. معلش، اصلها اول مره قبله. هو مين ده بيه؟ الله، بعدين يا برعي بعدين. ماشي يا بيه، ماشي ماشي، ما تزعلش نفسك، ظهر عليه سر بقى، ما تبقاش غتت. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا بيه. الله، ايه الحكايه؟ ده مين عميل ده بقى اللي مش عايزنا اقابله؟ لا، انا لازم اعرف. بقول لك ايه، كملي انت الشيبان. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك يا سيد بيه. أشجان فين؟ جت من النادي تعبانه، اكلت ونمت. وهي اخبارها ايه؟ كويس الحمد لله، بس احنا عايزين ندخلها حضانه بقى السنه الجايه. يا حبيبتي، شوفي انت الحضانه اللي انت عاوزاها ومرتاحه لها وقدامي لها فيها. انا عايزه اقول لك خبر كويس. اقول لك؟ يا ريت. انا حامل، والمره دي ولد، شفته بالسونار. يا ما انت كريم يا رب، اخيرا ربنا انعم عليا بولد. ومالها خلفه البنات؟ ما البنات تجيب الرزق والخير. انا ما اعترضتش، بس لما يبقى بنت وولد اكيد يبقى اجمل. بس اوعى تكون ناوي تسمي بقى الولد اشجان. لا طبعا، انا سميت اشجان عشان نفسي بنتي اشجان تطلع زي بنتي الكبيره اشجان. تقصد بنت اخو مراتك؟ ومعزتك عندي. اشجان دي في غلاوه بنتي اللي من صلبي، لاني ربيتها وما كنتش اعرف ان احنا هنتقابل ونتجوز ونخلف. بس انت مش ندمان على جوازتنا؟ ازاي تقولي الكلام ده؟ اوعى تقولي كده، ده انا اسعد انسان في الوجود. ده انت شايله العزيز الغالي، شايله شادي. معقول الكلام اللي بتقوله ده يا برعي؟ بقى ساهر الطويل متجوز على مراته من 5 سنين؟ اكيد الاكيد يا عون بيه. اوه عيب يا بيه، ده انا عملت مجهود. ايه ايش تخافي وايش بتا... ولا اجدع امثل. اي والله لحد ما وصلت المعلومه دي. بصراحه بقى يا برعي، ده مجهود تشكر عليه. الكارت ده هيفيدنا قوي 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 مع شبل الطبع. يا سلام، الله، ده احنا دخلنا بقى على اللعبه الكبير. يفيدنا ازاي يا مؤاخذه؟ اقول لك، لو الكلام بتاعك ده مظبوط ووصلنا لشبل هيثق فينا. ونبقى بقى ادينا له سلاح ضد ساهر جوز اخته، وخصوصا بقى يا برعي ان هو وساهر اليومين دول علاقتهم مع بعض مش ولا بد. السلام السلام على مخك الكبير يا بيه. بقول لك ايه، معاك نمرته في البلد؟ امال يا بيه، كاتبها هنا في جمجمه، حافظها عن ظهر قلب. طب ومستني ايه يا برعي؟ ما تكلمه، والمكالمه هيبقى ليها داعي. من ناحيه بنطمن ونسال عليه، ومن الناحيه التانيه نطمن جاب الفلوس ولا لا. بس بقول لك ايه، من غير ما تحسسه ان احنا ملهوفين عليها. احبك حب ما حدش حبه. يا سلام، طول عمري اقول على حضرتك مخك 8 سلندر. مستني ايه يا برعي؟ ما تقوم تكلمني. عينيا. الو، ايوه يا شبل بيه، انا محسوبك برعي. اهلا يا برعي، ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ ايه، عايزني في موضوع مهم؟ ياه، ليه الدرجه دي؟ طب ما تقوله في التليفون. ما ينفعش؟ لا بكره ما ينفعش كمان. لا، اصل انا عندي ميعاد مهم قوي عشان اخلص فيه موضوع الفلوس. طب انا هقول لك حاجه،
انا هكون بعد بكره في اسكندريه. نتقابل الساعه 12. لا مش في المكتب، في الاوتيل. طيب بقول لك ايه، عايزك تطمن عوني بيه، قول له هقابله باذن الله بعد بكره ومعايا الامانه. طيب يا حبيبي، مع السلامه. الف الف سلامه. يا ترى يا برعي، ايه الموضوع اللي انت عايزني فيه؟ بتقولي ايه يا ست شلبية؟ انا الاوان ان الناس تعرف ان اشجان بنتي، ده حقي وده حقها. بس انتي ما عملتيش حساب شبل. شبل ملوش حساب عندي من النهاردة. طب واحنا؟ انا وزاهر. انتوا اعز الناس، وانتي فاكرة كويس قوي يا ست احسان ان انتي لما جيتي طلبتي تربي بنتي كنتي عارفة انها في يوم من الايام هترجع لحضني، حضن امها. صح ولا كلامي غلط يا ست احسان؟ عندك حق، بس اشجان مش بنت احنا ربيناها واديناها حب وحنان وبس. لا، اشجان هي اللي ادت لحياتنا معنى. اشجان دي النعمه اللي ربنا اداها لنا عشان يبقى لوجودنا طعم. يا حبيبتي يا ماما، بس الكلام ده انا مش قده. سيبيها يا اشجان، هي بتقول اللي حاسه بيه. اوعي تفتكري يا شلبية اني مش مقدرة تضحيتك. انتي قدمتي ليا ولساهر اعظم هدية حب. اشجان زي ما هي بنتي، بنتك انتي وساهر بيه. لو كان ليا حق فيها انتوا كمان لكوا حق فيها. لا حقيقي، تضحيتك دي انا عمري ما هنساهالك. لولاكي كان زمان ساهر من حقه انه يتجوز، يكون له ابن او بنت. انا ياما قلت له قبل ما اشجان تبقى في وسطينا يتجوز، بس هو دايما كان بيرفض. فاكر يا ساهر، انا عمري ما هنسى نبل موقفك، عمري ما هنسى الموقف ده طول عمري. ولازمته ايه الكلام ده دلوقتي يا حسان؟ عشان كده انا من رايي ماما لازم الناس كلها تعرف اني بنت ماما شلبية. لازم الناس تعرف معنى الحب والاخلاص والتضحيه. انا هسافر مع ماما كفر الضبايع. ايه رايك يا حسان؟ بعد كلام اشجان من الظلم والانانيه اني احرمها واحرم شلبية، من حقها الطبيعي ان الناس كلها تعرف انها بنتها. اتفضل. الف مبروك يا بهوات. الله يبارك فيك. وانا شيك بالمبلغ. مبروك علينا يا بدران بيه. عايزكم اتم بالاجراءات واوثق العقود. اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. ان شاء الله ارد لك المبلغ قبل الميعاد. وانا سعيد هكون مستعد اسلمك الارض. ده مش هيكون اول تعامل بينا. اتمنى، انا راجل عملي ما احبش فلوس تنام. لا ما تخافش، انا هسهرها لك للصبح. بس المره الجايه ما تاكلش التورته لوحدك وتسيب لنا الكريمه. لا انا اخلص بس من العمليه دي وبعدين نعمل شركه سوا. وانا موافق، بس انا كان ليا رجاء عند سعادتك. امورني. مش عايز اي حد من اهل البلد يعرف ان انا رهنت ارضي. لا يا شبلي ليه، ما تقلقش من الموضوع ده، انا هقول لهم ان انت اجرتها لي. ويا ريت يعني تنزل الارض من بعد بكره. مفيش مشاكل، بعد بكره انزل الارض. طب انا مش عارف اشكرك ازاي يا بدران بيه. الف 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 شكر. عارف يا شلبية، انت ليه اصريت ان احنا نيجي ماشي من المحطة لحد بيت ابوك؟ عشان الناس كلها تعرف اني وصلت. هي دي بلدنا يا ماما؟ ايوه يا حبيبتي، انا اتولدت هنا. شلبية رجعت يا اولاد، شلبية رجعت يا بلد، شلبية رجعت يا اولاد، شلبية رجعت يا بلد. ومعاها اديني رجعت اهو. البلد نورت. ربنا يخليك يا صفيه. امال مين دول؟ ده سعيد جوزي، ودول ولادي، ودي بنتي اشجان من شبل الضبه. اشجان؟ احنا سمعنا انها ماتت. لا ما هي حيه قدامك اهي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، الله يخليكي.
ملاحظة قد إيه يا ماما الناس فرحانة إنك رجعتي؟ الناس عارفة قد إيه أنا اتظلمت يا حبيبي. أختي أشجان اليوم ده يومها، أوعي تلاقي. بالعكس أنا حاسة إني بقيت دلوقتي أشجع من الأول. يا حبيبتي يلا. سمعت اللي أنا سمعته ده يا فتح الله؟ شلبية رجعت البلد؟ ومش كده وبس، دي معاها كمان بنتها أشجان. طب شلبية ترجع البلد تتبلع، إنما أشجان لسه عايشة؟ أهو ده اللي العالم ما يصدقوش. طب بقولك يا أخويا، بينا بسرعة على شبل بيه في السراية عشان نبلغه. يلا. الله يسلمك. انا عايز افهم انت بتعيطي دلوقتي ليه يا سمير؟ انا مسافر عشان خاطر اكمل تعليمي وامسك شهاده في ايدي تحميني من قسوه ابويا وتهديده ليا، وساعتها بقى هقدر اتجوزك لاني هكون ملكت حريتي. يا محمود انا خايفه. خايفه من ايه؟ مفيش قوة على وجه الأرض هتقدر تقف قصاد مستقبلنا. يا محمود أبوك بيدبر لنا حاجة. يا سميرة أنا حبي ليكي أقوى من أي تدبير. في الحقيقة يا محمود يا ابني، أنا لما كنت عاوز أجوزك لسميرة كنت عاوز أضمن بجوازك من بنتي ورثي، ورثي اللي كانوا مني أبوك. لكن بعد ما عرفت محبتك ليها حسيت إن الورث اللي خدوا مني شبل ما يسويش ضفرك. محبتك لسميرة أغلى من أي ورث في الدنيا. اطمني يا سمير، مهما غاب عنك محمود هتفضلي دايما جوه قلبه. طب والجوازة اللي كان عمي عايز يجوزها له ياما؟ يا سميرة، ما أنا سبق وقلت لك إن أنا قعدت مع أشجان وصرحت إن هي بتحب واحد تاني. خلاص بقى يا حبيبتي اطمنتي. اطمنتي ياما. المهم دلوقتي يا جماعة عايزين نمشي مع أبويا على هواه ونسيب اللي في القلب في القلب. يا ساتر يا رب. طيب جاي اهو. مين اللي بيخبط كده؟ حاضر يا اهو. افتحي يا فوقيه. ايه خير؟ في ايه؟ اسكتي. ايه؟ مش شلبية رجعت وماشيه في البلد والبلد كلها واقف على رجل الناس؟ ايه امم ولا يوم الحاش؟ شلبية رجعت ومش بس كده ومعها اشجان بنتها كمان. يا راجل انت اتعطلت، اشجان ماتت من زمان. لا ما ماتتش، اتاريها طول الفتره دي كانت عايشه مع احسان اختك على انها بنتها. بتقول ايه؟ يعني اشجان ما تبقاش بنت اخت احسان؟ لا انت فاكره لما سافرت عشان تتعالج ورجعت ومعها اشجان؟ كده بقى تبقى الفزوره اتحلت. فزوره ايه ياما؟ شلبيه لما هربت من شبل راحت عند اختي احسان، احسان اختي ما بتخلفش، وخدت أشجان وعملتها بنتها وعاشت معاها العمر كله. وجه الوقت اللي لازم المستور يتكشف والناس تعرف الحقيقة. الحمد لله. شفت يا سميرة؟ رب اتحلها من عنده. أشجان طلعت أختي. سبحان الله، دي حكاية غريبة قوي يا محمود. شفت يا بنتي؟ يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. عيني عليك يا شلبية، دقتي المر عشان ما تبعديش عن بنتك. مش هي دي الحكايه دلوقتي؟ امال ايه هي الحكايه يا زميلتي؟ الحكايه ان ابوك لما يعرف الخبر ده هيبقى شكله ايه؟ وهيعمل ايه مع عمتك وجوزها؟ عندك حق، ده زمان الدنيا مقلوبه في السرايا دلوقتي. بقى كده يا شلبيه عايزه تفضحيني في البلد؟ عايزه تجيبي مناخيري في الارض؟ لا ده بعدك. طب يا بابا حضرتك ليه ما حاولتش تجيبها معاك؟ يا بنتي ساهر وشلبية وإحسان فهموها إن السبب في كل اللي حصل وإن وحش، ولولايا كانت عاشت وسط أهلها. طب وأشجان صدقت الكلام ده؟ أشجان معذورة، شكلوها زي ما هم عايزين وهي لسه في اللفة. يعني الكلام اللي قالوه لها ده غلط؟ قصدك إيه؟ ما تأخذنيش يا بابا، أكيد حضرتك ليك يد في اللي حصل. ليه؟ أنا اللي قلت لشلبية تهرب بالبنت؟ لا، بس أكيد حضرتك حصرتها وما خليتش قدامها حل ألا غير إن هي تهرب. ما شاء الله ما شاء الله، أنت إيه بتدافع عنها ولا إيه؟ أنا بدافع عنها لأنها كانت مراتك، يعني لو كنتوا استمرتوا مع بعض كان ممكن أنا اللي أبقى بنتها. سامعة كلام بنتك يا عايدة؟ اسمعها يا شبل، بنتك عندها حق،
أنا مش عايزاك تسد ودانك وصاد الحاجات اللي مش على مزاجك. لازم تحس إن في ناس تانية عندها أفكار وطموح غير أحلامك وطموحك. مش معنى كده إن هم أعدائك، لأ، هم بس بني أدمين مختلفين عنك. بقى عايدة هي اللي بتقول الكلام ده؟ أيوة عايدة يا شبل، وياريتني قدرت زمان إني أتخلص من أنانيتي وأهزم ضعفي، لكن للأسف ما قدرتش، كنت لسه صغيرة، ما قدرتش أعرف معنى الأمومة إلا لما فعلا جربتها، وساعتها بس قدرت أعذر شلبية واللي هي عملته. يعني بقيت أنا الغلطان؟ كلكم بقى مجني عليكم وبقيت أنا الجاني؟ بابا إيه ده؟ شكلكم كده عرفتوا اللي حصل؟ إن الشلبية تبقى أمه أشجان؟ يعني أشجان طلعت أختي. هو ده اللي همك وبس؟ كل واحد بيدور على مصالحه وبس؟ محدش فينا يا شبل بيدور على مصالحه وبس، كل الحكاية إن ظهور أشجان غير تفكيرنا وقلب كل الموازين. ربنا يستر في اللي جاي. عليا محمود. أيوة. نعم. يلا هنسافر. سافر؟ أيوة هنروح اسكندرية. اسكندرية؟ أنت مش قلت إنك مسافر بكرة حسب الاتفاق؟ خلاص يا ستي، ما فرقتش النهاردة من بكرة، ولا أنت يعني عايزاني أستنى وأتفرج على اللي بيحصل ده؟ بابا عنده حق في الكلام اللي بيقوله يا ماما، إديها نص ساعة بابا نكون جاهزين. يلا عليا. عن إذنكم. عن إذنكم. بتهرب من إيه يا شبل؟ ما تعرفيش يا أشجان يا بنتي، السنين مرت عليا أنا وستك من غيركم إزاي؟ يا كنا كل ليلة نقعد أنا وهي نفتكر ونتمنى، نفتكر حزن الفراق ونتمنى اللقاء. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله، أحمدك يا رب وأشكر فضلك. ربنا أراد قبل العمر ما ينتهي بينا نفرح فرحة كبيرة تعوضنا حزن السنين. الحمد لله. خلاص يابا، من النهاردة مش هيبقى في حزن، أيامنا كلها هتبقى فرح. أخليكوا أنا هفتح. شوفي حسن. الحمد لله على السلامة يا أشجان. الله يسلمك، أنت عرفت اللي حصل؟ آه طبعاً، وعشان كده جيت أبارك لك وأسلم على ماما شلبية. الله، جرى إيه يا أبو علي؟ هو إحنا يا ابني هنفضل واقفين كده على الباب؟ عايزين ندخل نبارك ونهنى. اتفضل يا جدي، أنا آسف. الله، مش تعرفنا بالأمورة يا أبو علي؟ دي أشجان يا جد. أشجان؟ أهلا يا بنتي، أهلا بالغالية بنت الغالية. أهلا بك يا جد. أنا بقى أشجان أبو حسن. أهلا بك يا عمي. أنتوا هتفضلوا واقفين؟ اتفضلوا اتفضلوا، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عبيش؟ أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا ست شلبية. الله يسلمك. اتفضل استريح، اتفضلوا، اقعدوا يا أولاد. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك أنت يا ست شلبية؟ ده أنتوا نورتوا الكفر من ساعة ما وصلتوا. وابويا النعماني مبلغني اني ارحب بيكم، واول ما يخلص شغل هيجي على طول. يجي بالسلامه. يا اهلا وسهلا باهلي وعزوتي وناسي. والله وربنا اراد وتلم الشمل تاني. ايه البركه في الناس الطيبين اللي في البلد يا عم سالم. شرفتونا ونورتونا. احنا من ساعه ما سمعنا الخبر جينا جري على طول، ما قدرناش نصبر، جينا بربطه المعلم نهني ونبارك. الله يبارك فيك. مش تعرفينا بالباشمهندس يا ست شلبيه؟ ده الاستاذ سعيد جوزي. اهلا وسهلا. ودول بقى شرفت الكفر يا استاذ سعيد. ودول ولادي انور وكمال. شوف وشك بخير يا عايدة. خلي بالك من العيال يا شبل. حاضر يا ستي، مش صغيرين، ما هو كبار اهو الحمد لله. ماما انا هتصل بيكي كل يوم علشان اطمنك علينا. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي، وانت يا واد يا محمود خلي بالك من نفسك وخلي بالك من اختك. حاضر يا ماما.
يا ست هم مسافرين امريكا، دي اسكندريه. جرالك ايه يا شبل؟ مش معقوله كده يا اخي، العيال اول مره يفرقوني. ايوه بس ده عشان مستقبلهم. انا ماليش دعوه، انا عايزاهم يخلوا بالهم من روحهم. ما تقلقيش يا امي، شوف وشك بخير. ماما ادعي لنا انت بس، ربنا يجعل لكم في كل خطوه سلامه قادر يا كريم. لا لا بوس ايد مامتك. يلا يا اخويا انا لا عايزاه يبوس ايدي ولا يبوس راسي، انا بس عايزاه سالم غانم. طيب يلا مع السلامه. الله يا ماما. مع السلامه. مع السلامه يا عايده. مع السلامه يا شيخ. سلام يا عليا. شكرهم فتح الله. قوموا الجنابه يلا ساعات البيت. عايزكم تاخدوا بالكم السرايا. ها ما تخافش يا باشا، السرايا والهانم في عينينا. طيب جنابك هتغيب قد ايه؟ يعني حوالي اسبوع كده. ماشي مع السلامه يا عايده. مفتاح جنابك. سلام. خلي بالك من نفسك. ها يا عليا خلي بالك من نفسك. حاضر يا ماما. وانت يا محمود مع السلامة. لا اله الا الله محمد رسول الله. مع السلامة. تعال 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 بص. ايه رايكم بقى؟ الله جميله قوي يا بابا، تحس كده انها ريحه حلوه. ربنا يخليك لينا يا بابا. ويخليكوا ليا. كل واحد بقى يختار الاوضه بتاعته. يلا دخلوا الشنط بتاعتكم وغيروا هدومكم، انا نازل اشتري شويه حاجات وجاي على طول. طب ما تنسى حضرتك ليه؟ ما تخليك قاعد مستريح وانزل انا. خليك انت معاك. حلو قوي. حلو. على فكره بابا عقله مشغول جدا باللي حصل في البلد. عليا اوعي تجيبي سيره الموضوع ده قدام بابا، احسن اديكي شايفاه على اخره. ايه يا محمود؟ هو انا صغيره؟ طبعا مش هجيب سيره. حسن ماما ايه اللي مصحيكي لغايه دلوقتي؟ انا لقيت نور الاوضه منور، قلت اكيد الواد العكروت الخربوز ده زي كل مره يسيبه منور وينام، دخلت عشان اطفيه. لا يا ماما انا لسه ما نمتش. وايه يا حبيبي اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ يعني قلت اجهز كتبي واحطها كلها في كرتونه عشان قبل ما اجي مسافر يوم الخميس ما انساش حاجه وانا رايح الكليه. الهي ربنا يا حبيبي كده يكرمك ويوفقك في دراستك كده واشوفك متخرج، وساعتها بقى اشوف لك بنت الحلال الحلوه اللي تستاهلك وتاخد بالها منك. لا يا ماما ما تتعبيش نفسك. ايه يا حسن؟ ناوي يا حبيبي تقعد كده من غير جواز ولا ايه؟ لا طبعا، بس انا اصلي اخترت الانسانه اللي هتبقى شريكه حياتي. قول كده بقى، عشان كده رفضت بنت خالتك عليا؟ لا يا ماما، عليا انسانه رقيقه ومهذبه، واي بني ادم مش مرتبط يتمناها، بس انا اصلي اخترت الانسانه اللي هتبقى شريكه حياتي وفيها عهد ما بيننا. حلوه يا حسن. تقول القمر انزل وانا اقعد مطرحك. يا سلام. طب قولي مين هي؟ لا مش وقت يا ماما بقى. اغص عليك يا حسن كده تخبي على امك حبيبتك. مش قصدي يا ماما والله، بس يعني انا قلت استنى لغايه ما اخد الليسانس واجيبها لغايه هنا تشوفوها بنفسكم. الله يسلمك. ازيك يا برع؟ ايه لعل بقى واذ ربما يكون المزاج عالي. لا لا تمام التمام. والصفقة؟ ها هتم ان شاء الله. على البركة. الفلوس معايا. قولي الأول أنت عايزني في إيه؟ اتصلت بيا في البلد يعني؟ ما هو مش وقته بقى معلش. أنا لازم أعرف دلوقتي. ما دام حرتك بقى يعني مصمم بقى امسك أعصابك. من غير مقدمات كده أتكلم. ساهر الطويل. إيه ماله؟ لا اله الا الله. بس قلنا ما تزعل حضرتك، قلنا ما تزعل حضرتك. يا سيدي في ايه بس؟ متجوز على اخت حضرتك. ايه؟ بتقول ايه؟ متجوز بيه واحده اسمها سلوى، والعلوان اهو اهو. انت متاكد من الكلام ده؟ عيب يا بيه، ده انا برع بتاع قناه المعلومات. والله وهرد لك الالم يا ساهر طويل. شبل؟ ايوه شبل. نعم. جاي ليه؟ جاي لاختي. اختك؟ اختك اللي جرحتها وهمتها هي وجوزها؟ ايه هنتكلم وهنتفاهم كده
على الباب ولا هتدخليني ولا هتطرديني زي ما جوزك طردني؟ اتفضل. انا عارف ان انت زعلانه مني وليا حق. لا مالكيش حق، يرضيكي برضه تتحالفي مع شلبيه ضدي. انا كنت بحمي طفله بريئه ملهاش ذنب من اب اناني ما بيفكرش غير في نفسه. تقومي تخدعيني 20 سنه؟ انا ما خدعتكش، انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده. انا لما كنت بطارد شلبيه لما هربت باشجان كنت خايف على بنتي، بحميها من الضياع. وانا خدتها وحميتها وربيتها احسن تربيه، كنت بعملها زي بنتي بالظبط. وانت ربنا كرمك وخلفت من عايده وبقى عندك ولاد. لو كنت حسيت للحظة واحدة بس يا شبل إنك محتاج لأشجان كأب مش كعقاب لشلبية كنت رجعتها لك، لكن للأسف أنت السبب الوحيد في جريك ورا شلبية كان الانتقام منها، كنت عايز تحرمها من ضناها، ده مش عدل. والعدل إنك أنت اللي تاخديها؟ أمها هي اللي طلبت مني كده، وعموما هي ما تربتش عند حد غريب، ده ناختك. على العموم مش ده الموضوع اللي أنا جاي عشانه. أمال جاي ليه يا شبل؟ ما تتكلم. أصل أنا خايف أتكلم، يعني لا تفهميني غلط. طب وأنا هفهمك غلط ليه؟ يعني بسبب سوء التفاهم اللي بيني وبين ساهر. طب وساهر دخله إيه في اللي أنت هتقوله؟ أصل أنا لو اتكلمت يعني ممكن يبقى فيها خراب بيوت. ادخل في الموضوع اللي أنت جاي علشانه. طب امسكي أعصابك بقى واسمعي الخبر المحزن ده. خبر؟ خبر ايه؟ ساهر متجوز عليكي. كذاب. هو ده انتقامك اللي انت جاي بيه؟ طبعا انت مش هتصدقيني، لكن للاسف هي دي الحقيقه. انت اختي ومش معقول اخرب بيتك، مش معقول اعرف حاجه وما اقولكيش واسيبك مخدوعه زي ما انت سبتيني مخدوعه طول السنين اللي فاتت دي. وايه الدليل على صدق كلامك؟ عنوان شقة جوزك الجديدة مع مراته سلوى. فين العنوان؟ اتفضلي، بس بشرط ما تقوليش لساهر ان انا اللي جبت لك العنوان. موافقة. العدل جاي، العدل جاي، العدل جاي. العدل جاي بأوانه.